بدأت التجارب التشغيلية الأولى في مصنع البحرين فارما بالعمل على إنتاج العينات المثالية لمجموعة من الأدوية والمستحضرات الصيدلية الفريدة ذات الجودة العالية المطابقة لأعلى معايير الصحة الدولية. ومع انطلاق الطاقة الإنتاجية الفعلية لهذا المصنع، ستتوجه البحرين وللمرة الأولى إلى تصدير الأدوية لمختلف دول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مصنع بحرين فارما للأدوية الذي سيرى النور بعد أيام قلائل هو نتاج سياسات حكومية وعت أهمية تبسيط الإجراءات أمام كل مستثمر لديه من الثقة التامة ما يكفي في بيئة المملكة الرحبة وفي استقرار أجوائها الاقتصادية الملائمة لآماله في رؤية ذلك الواقع الجميل لحسن توظيف أمواله داخل قطاع معين. هناك يعني بيئة جاذبة للاستثمار، وفي الحقيقة يعني أننا متوقعين إن شاء الله نستطيع بهذه التسهيلات أن نصدر إلى أكثر من دولة، وأن قريبا حاليا شركة البحرين فارما لديها عقود في المملكة العربية السعودية، ولديها عقود في الإمارات والكويت والأردن والعراق، وكذلك لدينا عقدين حاليا على وشك التوقيع مع مصانع في أمريكا. للمرة الأولى ستنطلق البحرين نحو تصدير الأدوية إلى الخارج عبر بوابة مصنع بحرين فارما كمشروع حديث سيقوم بإنتاج أدوية طبية وفق أرقى معايير الصحة الدولية التي ستكفل تقديم دواء آمن بسعر مناسب وبجودة عالية للمستهلك من داخل البحرين وخارجها، خصوصا وأن المصنع قد روعي فيه أحدث النظم العالمية في عمل التجارب الإكلينيكية قبل وبعد تصنيع محتويات الدواء وفي طرق التخزين السليم والآمن للأدوية قبل طرحها في السوق. تم دمج كل المعايير في هذا المصنع، وراح إن شاء الله تشوف أعلى الجودة، ولله الحمد هناك جودة في مصادر المواد الخام وهذه أهم نقطة، وكذلك جودة في الرقابة ولله الحمد متوفرة 100% داخل البحرين فارما، وكذلك يعني جودة في المنتج النهائي. إجراءات ميسرة ومرنة كانت قد اتبعتها الجهات الحكومية المختلفة وعلى رأسها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من أجل تسهيل الشروع بإنشاء المصنع الذي سيغطي طلبات المستحضرات الصيدلية الفريدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى أمريكا، تذليل عقبات وممارسات سلسة أدت إلى تقليل التكلفة العامة على المستثمر، والتي كان لها الدور الأساسي في جذب هذا الاستثمار السعودي وتوطين الاستثمار الدوائي في المملكة. احنا اليوم جايين زيارة لأول مصنع دواء في البحرين، وإن شاء الله يكون فاتحة خير علينا. راح هاي ثاني زيارة لنا المصنع، قبل سنتين زرنا المصنع عشان نتأكد من جاهزية المصنع، اليوم إن شاء الله راح نتأكد إن كان المصنع مو جاهز تماما، اليوم إن شاء الله راح نتأكد إذا المصنع مو جاهز راح نعطيه تصريح أولي للتصنيع، ابتدي تشغيلات تجريبية، وأول ما نتأكد من جودة التشغيلات التجريبية راح ياخذ شهادة أساس التصنيع الجيد، ومن على ضوء راح يبتدي التشغيل التجاري. مع افتتاح مصنع البحرين فارما الذي سيوفر خط إنتاج للأدوية المطلوبة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فإن المملكة ستتجه إلى الحد من مشكلة نقص الأدوية المهمة التي لا تتوفر في الخليج العربي، إذ سيعتمد المصنع على مبدأ عدم الازدواجية في إنتاج الأدوية المماثلة لمصانع خليجية أخرى. أول مصنع لتحضير الأدوية في البحرين تشارف آلته التشغيلية على البدء في إنتاج المستحضرات الدوائية المقدمة على شكل شراب أو كبسولات رخوية تم تصنيعها بشكل يواكب المعايير العالمية وفق أعلى متطلبات السلامة والجودة اللازمة في هذا المجال الهام. لتلفزيون البحرين محمد الشيدان.